في فوق القليلات هاي المصاري صورة مدة طويلة حتى لا يتعب هاي تسعة مسدم بعد تحرير قضاء الحمدانية باشرت قطاعات شرطة نينوى بتفتيش الدور وتفتيش المخابئ اللي كان يستخدمها داعش المهزوم وها هي النتائج الموجودة من الأسلحة والأعتداء المهانة اللي تركها العدو. تمكنت قطاعات شرطة نينوى من العثور على هذه الأعتداء والأسلحة ونحن ماضون في التفتيش إن شاء الله لأن هناك الكثير منها. أساليب العدو اللي كان يستخدمها في مدافع مصنعة وقنابل مصنعة ولكن هذه لم تجدي نفعا لأن العدو انهزم وإن شاء الله سنرى الكثير منها في مدينة الموصل لأنه اللي صنع هذه الأسلحة وصنع هذه العباءات اللي كان يختبئ بها القناص تركها مهزوما. هذا يدل على أن داعش إن شاء الله قد انتهت هذه القصة وسترون ذلك إن شاء الله في مدينة الموصل بعد أيام قليلة جداً.